السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بكم في يوم جديد من 90 دقيقة. عايز أقول أنه إحنا الحقيقة بقينا عاملين زي اللي خلقوا وحش وربوه وسطهم جوه البيت وبعدين نشتكي منه ونصرخ ونقول إيه الحقونا. إحنا خلقنا وحش يا جماعة اسمه الثانوية العامة، وكتير من الأهالي والأسر سابوه يتحكم في حياتهم وفي مستقبلهم، مستقبل ولادهم رعب حقيقي بسببه. بنشوف بيوت بتخرب ميزانيتها عشان بعبع الدروس الخصوصية، ونعيش في قلق وتوتر ومرض وهم وبكاء وانهيار وإغماءات وتوصل أحيانا للانتحار، وكل ده بسبب بعبع الثانوية العامة. حقيقي أنا بعترف بقول والله هي حاجة صعبة، يعني حرام إنه التعليم اللي المفروض يكون وسيلة ارتقاء وتنوير للعقل يبقى سبب رعب وخوف بالشكل ده. طبعا مفيش كلام في مصر دلوقت إلا عن امتحانات الثانوية العامة والنظام الجديد، ومفيش كلام دلوقتي غير شكاوى من امتحان اللغة العربية. ورجعنا تاني نشوف مشاهد برضو البكا والصراخ والانهيار والأهالي وهم فرشين وقاعدين على الرصيفة قدامي، حرام اللي جان الامتحانات عشان خايفين على ولادهم. الأول قبل ما نتكلم في أي حاجة، لأنه مشهد ردود الفعل عن امتحان العربي امبارح مشهد الحقيقة يعني هو مرتبك وفي لعب كتير. بس قبل ما نشرحها مع بعض خلينا نأكد على ثلاث حاجات. أولا أنا بقول وبدعي وبندعي كلنا لكل ولادنا في الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح يا رب. و يعني عايزة أقول ربنا معاكم وشدوا حيلكم، وإن شاء الله أنا واثقة جدا إننا هنشوف السنة دي يعني تجربة مختلفة من ناحية نسب النجاح، شكل المجاميع، وبالتالي طبعا أكيد عملية التنسيق. ثانيا كل الأسر والأهالي والبيوت اللي عندها طلاب ثانوية عامة عايزة أقول لهم ربنا معاكم، الله يعينكم ويفرحكم بولادكم، بس يعني بالله عليكم بالراحة على الولاد شوية، يعني بلاش أجواء الضغط والقلق والتوتر، لأن كل ده بيعطلهم عن التعامل مع الامتحانات بالشكل الصحيح. طيب ثالثا يمكن اللي بيحصل في تطوير العملية التعليمية في مصر اللي كان يعني واحد من أحلامنا وكلنا أهالي وطلبة ومسؤولين كنا بنشتكي من منظومة، من المنظومة التعليمية إنه بيسيطر عليها الحفظ مش الفهم، وبتكون سبب إنه يكون عندنا خريجين جامعة مش عارفين يتعاملوا مع سوق العمل والنتيجة طابور عاطلي. ولازم نعرف إنه أي تطوير وتحديث في أوله أكيد بيكون صعب، ده بيتغير منظومة لوحدها بحالها. كان في مستفيدين من اللي بيحصل، ركزوا معايا يا جماعة، كان في مستفيدين من اللي بيحصل في سبوبة الدروس الخصوصية بتاعة الثانوية العامة. يا عيني كل الأسر تقولك أنا أدفع أي حاجة، واللي يستلف واللي يحط اللي عنده كله علشان يا حرام ما يحرمش ولاده من فرصة إن هم يرتقوا بتعليمهم وإن هم ياخدوا دروس الخصوصية، وزي اللي نفسهم انه حال التعليم يفضل على وضعه عشان يبقى فيه اجيال ما بتعرفش تفكر ويقدروا يضحكوا عليها ويلعبوا في دماغها. في ناس من مصلحتها انه الاجيال والجيل اللي طالع انه يكون ما بيعرفش يفكر،
وانه اي اسلوب ممكن ان هو يبقى موجود او نظام جديد يخلي ولادنا ان هم يقدروا يفكروا انه ده يبقى ضد منهجهم ويحاربوه ويهدموه فورا. طيب تعالوا بقى نبص على اللي حصل امبارح واحدة واحدة مع بعض، عشان يعني اللي حصل ده هيثبت اللي أنا بقوله ده. امبارح بعد امتحان العربي شفنا حالات انهيار. انهيار، أنا اتفرجت وشفت بكاء وانهيار وتوتر وحزن، واللي يقولك الحقوا يا ناس الامتحان صعب والولاد بتموت وخناقات على فيسبوك. بس بالإضافة بقى لشائعات، شائعات في كل حتة. الشائعات دي يا جماعة وصلت لدرجة إنه مصر كلها عمالة تتناقش في حاجة ما حصلتش، بتتناقش في سؤال ما جاش أصلا، سؤال ما هو ده. أنا نفسي بقيت أعمل سيرش على جوجل جمع يا جماعة حليب إيه، وعرفته بالمناسبة، يعني خلاني أفكر، خلاني أعرف جمع حليب طلعت أحلبة. والناس عمالة تتريق وتشتم في الوزارة وقنوات وصفحات وأهل الشر تشتغل وإيه تنفخ في النار. وفي الآخر نكتشف إنه مفيش سؤال كده أصلا في الامتحان. يعني أنا أول ما عرفت إنه الكلمات دي جت في الامتحان، أنا الصراحة يعني تعاطفت مع الطلبة، عملت فيديو وقلت فيه انه لازم نبقى يعني بالراحة مع ولادنا الطلبة. انا ما عنديش حد في ثانوية عامة، لكن بعتبر انه الولاد دول زي اولادي، ولاد الثانوية العامة، وحاسة لاني مريت بالتجربة دي بتاعت الثانوية العامة سواء انا شخصيا ولا ولادي. لقيت اصحابي بيكلموني، ناس اصحابي بيقولوا لي على فكره انه ما فيش الكلمه دي ما جاتش اصلا. فضلت امشي ورا الموضوع لحد ما طلع انه لا كان في كلمه حليب ولا كان في كلمه اخطبوط، ووزير التعليم نفى انه في سؤال عن جمع كلمه حليب في الامتحان. يعني انتم متخيلين يا جماعه انه الفيسبوك مقلوب والبرامج مقلوبة وناس بتعيط وناس بتسخر وناس بتشمت، وكل ده بخصوص سؤال هو مش موجود أصلا. يعني بس ده ما ينفيش على فكرة، معلش الكلام اللي أنا بقوله ده وكل اللي أنا قلته ده ما ينفيش إنه كان الامتحان صعب، وإن الأهالي معذورة والأولاد معذورين. فده أول دليل إنه ناس كتير بتتكلم عن منظومة تطوير التعليم هي مش عارفة حاجة ولا شايفة حاجة، كله ماشي ورا الشائعات، كله ماشي ورا شائعات هدفها إنها يعني تنشر الغضب، تنشر الإحباط في البلد. واوعى تستغرب لما اقول كده، لانه لما تلاقي صفحات اهل الشر حطوا تحتها خط، صفحات اهل الشر هي اكتر مكان انتشرت منه الشائعة دي، تعرف بقى وقتها انه محدش هيسيبك في حالك ولا حد عاوز البلد دي انها تكون هادية. أنا معاكم ممكن يكون الامتحان صعب شوية، ما ياما عدى علينا امتحانات إنها تكون صعبة شوية، بس ما نتكلمش بشائعات، نتكلم في حقائق. يعني قبل ما حد بقى يقول لي هي كمان الثانوية العامة سياسة وإخوان وبتاع مش عارف إيه، هقول لك آه، ملف الثانوية العامة ده ملف أمن قومي، ملف الثانوية العامة ده ملف أمن قومي، التعليم كله أمن قومي. فلما تلعب فيه وتطلع وتخلي فيه إشاعات تنشر الغضب وتفقد الناس الثقة في عملية تطوير التعليم، يبقى أنت بتضرب البلد في عظمها.
يا ريت أرجوكم نفهم النقطة دي. طيب حاجة تانية مهمة كمان في موضوع الثانوية العامة، موضوع الغش. الحقيقة أنا ما كنتش ناوية ولا حابة إني أتكلم فيها خالص. ليه؟ لأن مش معقول بسبب كام حالة غش بتحصل إن إحنا نعمم الموضوع ونضيع جهد طلبة كتير محترمين. أنا مقدرة خوف الأهالي والأمهات تحديدا على أولادهم في الثانوية العامة، بس لازم شوية هدوء. بلاش يا جماعة نجري ورا الشائعات، بلاش نجري ورا شائعات السوشيال ميديا، وبلاش برضو نضغط على أولادنا ونزود عليهم التوتر. كفاية اللي هم فيه، الولاد لا بتنام ولا بتاكل ولا بترتاح، لأنه ده المحك بتاع حياتهم، عنق الزجاجة. أنا اتأثرت الحقيقة بفيديو شفته ظهرت فيه أم بتعيط امبارح وبتقول إنه بعد امتحان العربي يرضيكم إنه ابني يقول لي أنا عاوز أموت، يا ريتني أموت. الحقيقة رغم التأثر لكن هي كارثة، كارثة يا جماعة. إيه اللي يوصل طالب أو طالبة لفكرة الموت بسبب الامتحان؟ والإجابة طبعا سهلة، الرعب اللي احنا عملناه للولاد من الثانوية العامة. ليه؟ لأنه بقول إنه مفيش غيرها هي علشان تنقلك للحياة أو المستقبل، هي اللي بتحدد مصيرك، احنا خدناها كده. لازم الأهالي تفهم يا جماعة نقطة مهمة جدا، الثانوية العامة هي مش آخر المطاف والدنيا اتغيرت. انتوا عارفين احنا عندنا كام مدرسة تعليم تطبيقي في مصر؟ انتوا عارفين التعليم التطبيقي ده مزاياه؟ عارفين كم مدرسة الطالب ممكن يدخلها بعد الإعدادية؟ لا يدخل بقى أولى ثانوي ولا تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي ولا علشان نشوف ولا كل اللي بيحصل ده. التعليم التطبيقي ده يا جماعة فيه تخصصات، منهم تخصص اللي هو اللحام تحت المية، ده بيكسب فيه $150 في الساعة. يعني احسبها بقى، لو اشتغل كام ساعة ولو اشتغل كام يوم في الشهر الطالب بعد ما يتخرج وهو في إعدادية، وهيوفر السنين دي كلها بعد الإعدادية انه يدخل الثلاث سنين دول. لازم عقلية الحفظ يا جماعة والمفهوم ده يتغير. لازم ندافع عن تطوير التعليم لولادنا، لازم ندافع عن مستقبل ولادنا ضد الحيتان اللي حوالينا كلها كمان ايضا، اللي هم مثلا اللي ليهم انه عايزين ان الدنيا تبوظ زي بتوع الدروس الخصوصية. لازم نشجع ولادنا على التعليم الفني ده، اللي سوق العمل ده انت تطلع تعمل اشكال في المجوهرات، تطلع مصمم مجوهرات، حاجات بديعة الحقيقة. وخليكم فاكرين دايما انه الامتحان الثانوية العامة دي هو يعني مجرد اختبار، مش تحديد مصير ولا نهاية الكون. هونا على نفسكم، هونا على اولادكم، ويا رب بالتوفيق لكل طلبة الثانوية العامة وولادنا كلها، وتحيا مصر. مشاهدينا معكم من جديد، وأهم الأخبار اليوم.
اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. السيد الرئيس وجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. واستعرض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. الخبر الثاني اليوم، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع في مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من المسؤولين. رئيس الوزراء قال إنه لن يتم السماح بأي تأخير في التسليمات وضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق المواقع ورفع مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل. وأكد رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية نموذج يعكس قدرة الشعب المصري ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وأكد أنه سيتابع بنفسه معدلات التنفيذ وإنه على استعداد لزيارة العاصمة أسبوعيا لمتابعة الموقف. الخبر الثالث، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته اليوم بمجلس النواب أن سلوك إثيوبيا في قضية سد النهضة خلال المفاوضات مع مصر والسودان فيه تعنت غير مبرر، وأن الدولة المصرية ترفض المساس بحقوقها المائية وترفض هذا التعنت الإثيوبي، وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، ومصر لا تعتدي على أحد بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم. وشدد رئيس البرلمان على أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة سيحمي المنطقة من الصراع، وأن جميع المصريين يقفون خلف القيادة السياسية من أجل حماية حقوق الشعب التاريخية. الخبر التالي، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030. وتم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقييم تلك الحالات تمهيدا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي. كما تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها. جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة نو فارتس للأدوية في إطار وضع استراتيجية قومية لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات في مصر، والذي يعد من أغلى أنواع العلاج في العالم. السادة المشاهدين، فاصل ونرجع نستكمل بقية حلقتنا.
مشاهدينا ومعكم من جديد، وتقبل الله صلاتكم. دلوقتي هندخل فقرة أهم الأحداث. الثانوية العامة. الثانوية العامة بدأت، وبدأت حكايتها النهاردة، وكان عندنا امتحان اللغة العربية للأدبي، وعرفنا أن الامتحانين متساويين في المستوى. وفي نفس الوقت النهاردة شفنا حالة تسريب للامتحان على الانترنت لليوم التاني. عدد من الطلاب صوروا الامتحان ونشروه على الانترنت. دي بنعتبرها عودة للظاهرة السلبية اللي ملازمانا بقالها كام سنة. خلينا قبل ما نناقش الموضوع نروح نشوف الطلبة كان ايه في امتحان اللغة العربية النهاردة لشعبة الأدبي من خلال التقرير اللي هنشوفه مع بعض. في وسط قلق وتوتر بين أولياء الأمور والطلبة باستخدام التكنولوجيا الجديدة لامتحانات الثانوية العامة، النهاردة بامتحن طلاب في اللغة العربية باستخدام الكتاب. هنعرف النهاردة تفاصيل اللي حصل داخل الامتحان. تعالوا نشوف اللي حصل. فكرة ان انت تمتحني كمان بالكتاب دول الامتحان كان حلو، هو ما ساعدنيش كتير عشان الاسئله كلها كانت من دماغ يعني بفكر فيها بس كان كويس. انت في مستوى الطالب العادي ولا متميز؟ لا متوسط الحمد لله. كان سهل، هو انا ما فتحتش كتاب، هو كان معتمد على المذاكره واللي انت ذاكرته بقى وخلاص. هو في الادب النهارده سهل عليا كتير بصراحه في الادب. لا هو اصلا ما فيش حاجه من الكتاب، بس هو حلو يعني ما فتحتوش اصلا. النحو صعبه لكن بقيت الامتحان يعني عادي كويس. ولا فتحت الكتاب ولا اصلا؟ لا فتحت الكتاب اصلا. لا الكتاب ما احتاجناهوش في حاجه. هو الامتحان عباره عن قراءه والنحو يعني اسئله تافهه قوي. اما لا هو اصلا ما فيش حاجه جاي من المنهج اصلا، هو اصلا ما فيش حاجه جاي من الكتاب عشان سهل علينا المجهود. ما هو جاي من بره، هو معظم يعني ما ينفعش امتحان عربي يكون قراءه بس. يعني انا مش حاسه الامتحان صعب قوي، يعني عادي التركات المعتاده من اولى وثانيه. يعني ليه الامتحان بالكتاب سهل عليك الماموريه ولا لا؟ الكتاب ملوش وجود خالص، بس يعني اوريدي الامتحان عادي. يعني هو تقيل، يعني القراءه والنثر وكل ده يعني تقيل جدا وطويل، واحنا قعدنا لحد اخر دقيقه واحنا بنحل مش بنراجع. الامتحان بالنسبه لك كان في مستوى طلب المتوسط ولا المتفوق؟ لا المتفوق بصراحه. بعدين الكتاب ما ساعدناش في حاجه، احنا دخلنا بيه على الفاضي بصراحه. الامتحان مش وحش قوي بس طويل جدا جدا جدا، يعني انا مش عارفه ده عايز 5 ساعات. يعني استفدت في الكتاب بس في الادب، لان الادب هو اللي جاي من المنهج، غير كده ولا نحو ولا بلاغه ولا اي حاجه. حلو، بس هو في كام سؤال بس كده هما اللي صعبين بس، وفي النحو واللي هو في الاول، بس هو الوقت ما كانش بيكفي يعني كنت بسرعه. يعني وحش ووقته قصير، قراءه طويله ومحتاجه لوحدها يجي للسؤال الواحد. السؤال الاول القراءه اصلا خلص في ساعه ونص. الاسئله ما كفتش خالص، يعني 60 سؤال في 3 ساعات لا قليل جدا. الكتاب هو مدخلنا بيه، اذا اردت ان تطوع اطلب ما هو مستطاع. الامتحان فيه حاجات لفه وفي حاجات شبه بعض، في حاجات سهله من ده وده. يعني ما فيش حاجه من الكتاب، ما عملناش حاجه من الكتاب، بس بيحتاج ذكاء كتير. خلوني أشكر الأول قسم التقارير عندنا، لأنه بصراحة يعني في إنصاف، هما جايبين كل الآراء، اللي قال صعب واللي قال سهل، وده بصراحة يعني المنطق ده أنا بحبه، بحب كل حاجة أنها تطلع بأريحية وبمصداقية. بس هما شكلهم من الواضح انه العلمي هما اللي كان الامتحان بتاعهم صعب، والادبي كان لطيف، انا عشان كده دخلت ادبي. طيب هندخل بقى مره تانية لموضوع تسريب الامتحانات. انا معايا على التليفون الطالب عبد الرحمن وحيد، الطالب المتهم بتسريب امتحان العربي بالثانويه العامه. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء النور يا هاني. ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عبد الرحمن الاول هسألك سؤال، يعني انت سربت الامتحان فعلا؟ هو لا طبعا، انا اصلا الحوار ده كله انا متهم ظلم. متهم ظلم ليه؟ وليه اتهموك انت بالذات؟ قول لي.
هو انا ما اعرفش ليه انا بالذات، هو ما اعرفش، بس هو الحوار ان انا المفروض كان معايا ساعه، لابس ساعه اللي هي السمارت ووتش العاديه اللي هي بتقيس نبضات القلب. فلقيت الناس طلع وخدوا مني التابلت وخدوا الساعه، يعني ساعه الامتحان. في الامتحان عادي. بس انت الساعه اللي انت كنت لابسها سمارت وكان فيها كاميرا؟ لا هي الساعة اللي هي العادية خالص، هي بس بتقيس نبضات القلب. ما هي بيبقى فيها كاميرا يا عبد الرحمن. لا هي الساعة اللي هي إصدار قديم. الموديل القديم ما فيهوش كاميرا؟ لا هي عاملة 60 70 جنيه تقريبا، إصدار قديم ما بيبقاش ولا فيها كاميرا ولا فيها داتا ولا ينفع يتركب لها شريحة. طب ما لابسها ليه طيب؟ ما هي لابسها منظر عادي، وبعدين هي طيب كان معاك تليفون يا عبد الرحمن؟ لا ما كانش معايا تليفون اصلا، بيبقى فيه تفتيش وممنوع الدخول بتليفونات المدرسه كلها مش اللي انا. طب ايه اللي حصل بعد ما قالوا لك تعالى بقى؟ انا خلصت امتحاني وطبعا انا كنت متوتر اصلا وما اعرفش انا حليت بقيه الامتحان ازاي اصلا. يعني ايه ما اعرفش حليت الامتحان ازاي؟ مش ده حصل بعد الامتحان هم خرجوك من وسط اللجنه مثلا؟ ايوه انا كنت في نص اللجنه ولقيتهم جم وخدوا مني التابلت، مع ان كنت فاتح كتاب العربي عادي PDF. وخدوا مني الساعه. وقالوا لي كمل امتحانك ولما تخلص انزل لنا. طيب وبعدين؟ فطبعا انا بعد الموضوع ده كنت متوتر جدا، فالامتحان طبعا ما كنتش مركز فيه اصلا. من بعد اللي حصل. يعني انت المراقب اللي كان في اللجنه هو اللي جه وقال لك تعالى وهات اللي معاك ووريني الساعه اللي معاك، ده اللي حصل؟ لا مش المراقب، هو في اتنين او تلاته جم من بره. طب ما ممكن تكون اتشافت في كاميرا، في حاجه مثلا بتبان عندهم ان حد داخل على سيستم معين اكيد. لا هو مش مساله عين شافتك مثلا؟ اللجنه عندنا اصلا هي ما فيهاش كاميرا. طب اللجنة فيها كم طالب يا عبد الرحمن؟ فيها تقريبا 13 او 15 معرفش. طب ليه اشمعنى ال 12 التانيين ما كانش في حاجة زي كده معاهم؟ انا معرفش والله، بس معرفش. طب عندك فيسبوك على التابلت؟ نعم. عندك فيسبوك على التابلت؟ لا التابلت مقفول عليه كل حاجة، انا كنت فاتح حتى ولا ما طلع، لاني فاتح كتاب العربي عادي PDF. طب حصل ايه بقى بعد ما خلصت الامتحان ورحت لهم زي ما قالوا لك خلص امتحانك وتعال لنا؟ خلصت ورحت، قال لي انت متهم ان انت صورت الامتحان بالساعة وان انت لقطت نفسك نت من الساعة. قلت لهم ده ما حصلش لان الساعة اصلا ولا. طيب يعني لقطوك على الشبكة يا عبد الرحمن؟ انا اصلا ما فتحتش نت، انا معيش حاجة افتح عليها نت. طب ايه ما انت ما سالتهمش ايه دليلكم؟ ما انا سالت رئيس اللجنه قال لي قال لي هو ممكن الامتحان نزل اتسرب وانت الكود بتاعك موجود على الصوره اللي اتسربت، فقال لي ممكن يكون الشخص اللي سرب الامتحان يا اما عمل فوتوشوب وغير الرقم يا اما في رقم اتنقل غلط وجه الكود بتاعك. رئيس اللجنه قال لي كده. وبعدين نزلت، قال لي انت متهم ان انت صورت الامتحان بالساعة وان انت لقطت نفسك نت من الساعة برضه. قلت له يا الساعة دي ولا فيها كاميرا ولا فيها داتا، فقال لي خلاص هنعمل محضر والساعة هتتحرز. انت بتقول الساعة ما فيهاش كاميرا اوكي، ولا داتا؟ ازاي ما فيهاش داتا؟ ما فيهاش نت يعني. بعد ما حرز الساعة بقى عمل محضر وحرز الساعة وقال لي هي هتروح للوزارة وهيحللوا الساعة، هيشوفوا لو ما فيهاش كاميرا وكلامك صح هتكمل امتحاناتك عادي. لو طلع فيها كاميرا وانت بتتكلم غلط هتتحرم من الامتحان سنتين. فقلت له خلاص ماشي لان انا متأكد ان الساعة ما فيهاش حاجة. ومشيت. حتى الرئيس اللجنة قال لي كده باللفظ، حط في بطنك بطيخة صيفي طالما انت متأكد ان الساعة ما فيهاش حاجة. كلام طبعا كلامه صح، اللي قاله لك ده صح. طالما انت واثق من نفسك فعلا اطمن، حط في بطنك بطيخة صيفي. بس عايز اسألك، في حد تواصل معاك تاني يا عبد الرحمن؟ حد من مين؟ من اي حتة، من اي مكان، من الوزارة، من الجهاز التحقيق، اي حاجة؟ لا كل دول لا. اللي تواصل معايا هم في مرحلة التدقيق دلوقتي في اللي حصل.
طيب انت الامتحان الجاي امتى؟ بكره ان شاء الله. ورايح بكره؟ ان شاء الله. طيب ما عرفتش حصل ايه النتيجه ايه في اللي هم كانوا بيشوفوا؟ انا خلصت روحت لقيت وزير التربيه والتعليم منزل على صفحته الموثقه ان انا تم حرماني من الامتحان سنتين السنه دي والسنه الجايه. يعني معنى كده انه النتيجة طلعت فهو القرار الوزارة ده هو نزله، ولا انه هو تحس انه في اسبقية يعني وانه لسه النتيجة ما بنتش وده كان على استعجال بدون الرجوع لنتيجة التحقيق؟ لا هو ده طبعا كان على استعجال لان اصلا الوزارة في مصر فالساعة والمحضر كان المفروض لسه هيتبعتوا مصر. طب خليك معايا عبد الرحمن لحظة، يعني أنا معايا على التليفون الأستاذ أحمد حافظ مسؤول ملف التعليم في الأهرام، واللي هيقول لنا إيه اللي حصل في امتحانات الثانوية العامة. بس الأول مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير، بسمعني. إيه الموضوع ده يا أستاذ أحمد؟ خليك معانا يا عبد الرحمن من فضلك. هو عبد الرحمن بيقول إن رئيس اللجنة بلغه إن الكود بتاعه وصل للوزارة. هو الكود ما بتعملش فيه فوتوشوب يا عبد الرحمن. كل طالب على مستوى الجمهوريه من 700,000 طالب، كل طالب له كود سري خاص بورقه الاسئله بتاعته. اولا، ثانيا اللي اتسرب امبارح من الامتحان العربي 23 ورقه. 23 ورقه الكود متكرر 23 مره. فانا مش بدينك على فكره. انا بوضح لك الصوره. الكود متكرر 23 مره ب 23 ورقه هم عدد اسئله الامتحان. طيب انا عايز اوضح حاجه بس معلش. الحاجه الثانيه انت سيبنا كمل، الحاجه الثانيه لو التابلت بتاعك متهكر رئيس اللجنه مش بيتبلغ بسبب ان اتصابت عليك ليه؟ بيخرج من المنظومه على سيستم الوزاره، بيخرج من المنظومه اثناء الامتحان فورا بيبلغوا رئيس اللجنه، خش هات الطالب فلان الفلاني ورقم جلوسه كذا، الطالب التابلت بتاعه خرج من على المنظومه. خرج من المنظومه دي معناها انه اتهكر. هل الطالب بتاعك يعني التابلت ما كانش متهكر؟ لا هو مش خرج من المنظومه. لو خرج من المنظومه على الشاشه في غرفه العمليات المركزيه معناه ان اتهكر جوه اللجنه. طب معلش تشرح لنا يعني ايه خرج من المنظومه؟ اي تابلت بيتهكر يا شباب كله بيخرج من المنظومه، يعني ما بقاش على منظومه الوزاره، بقى على منظومه الاتصالات الشريحه اللي هو عليها الخط. وممكن يكون خرج من المنظومه بدون شريحه انترنت، ان الطالب حاطط عليه نوت، والنوتس دي ممنوعه على فكره. الطالب كاتبها تذكره كده، خاصه الكتاب النحو ممنوع، كتاب النصوص ممنوع. فالطالب ساعات بيعمل نوتس على التابلت بيحط فيها كتاب النحو وكتاب النصوص، وده ممنوع. لو الطالب عمل كده بيظهر عند المنظومه في الوزاره ان التابلت ده مش تبعي، التابلت ده تم تحكيره. فورا ببلغه رئيس اللجنه برقم جلوس الطالب، ادخل هات الطالب فلان. أنا بسأل عبد الرحمن، هم دخلوا كشفوا على حاجة قبل ما ياخدوه، ولا دخلوا سحبوا التابلت ومشوا؟ لا دخلوا سحبوا التابلت وخدوا الساعة ومشوا. أولاً اللي دخلوا دول اللي هم مراقبين والأمن، اللي دخلوا دول أخصائيين التطوير التكنولوجي. يعني رصدينه من غرفة مركزية تقريباً. غرفة العمليات المركزية يا فندم، دول تابعين للوزارة مباشرة. أحمد جوه اللجنة هو أخصائي التطوير التكنولوجي، خش هات عبد الله بس. عبد الرحمن. عبد الرحمن اسف. خش هات عبد الرحمن. طب السؤال بقى يا عبد الرحمن، انت الكود بتاعك اتكرر 23 مره، طب ده ممكن يكون صدفه؟ انا يعني بنشرح، عايزينك تتكلم، احنا بنديك فرصه تتكلم، يعني احنا بنتناقش. انا عايز افهم حاجه، هو ازاي انا هبقى قاعد في لجنه معيش تليفون ومعيش والساعه المفروض انها ما فيهاش كاميرا، والمفروض ان انا بيراقب عليا ناس وفي كاميرا في اللجنه، ازاي كل ده وانا هقعد اصور 23 ورقه؟ يبقى تهمتك يا عبد الرحمن ان انت التابلت بتاعك خرج من المنظومه. التابلت جوه المنظومه، بس انا الحوار كله ان التحديث ما نزليش، بس الكتاب العربي كان موجود، حتى التابلت ما بيفتحش اي حاجه. ما انا مالي دعوه بالكتاب يا عبد الرحمن، انا بتكلم في التابلت. التابلت كان خارج من المنظومه ولا لا؟ لا بس مش متهكر، هو التحديث بس اللي ما نزليش، يعني هو كانه كان جوه المنظومه والمفروض ان نزل تحديث. هو معلش يا عبد الرحمن، هو يعني السؤال بتاع استاذ احمد واضح، التابلت وقت الامتحان كان داخل المنظومه ولا خارج المنظومه؟ داخل المنظومه.
طب ايه رايك يا استاذ احمد؟ داخل المشروع بايه؟ ما هو لو ما سجلت عليه حضور؟ سجلت عليه حضور؟ لا. ايه؟ لا. بيقول لا، يبقى مش داخل المنظومه يا عبد الرحمن. خارج المنظومه. ما حضرتك هو لو كان خارج المنظومه كان الاخصائي لما شاف التابلت كان زمان حرزه. او خده وما ادهونيش اصلا، انما انا خدت التابلت في ساعتها. طب ما هو يا عبد الرحمن التابلت بيتكشف عليه مرتين، لو انت سلمته من 9 ل 10 طوعيه منك ما بتعملش محضر، يعني انت لو رايح بتابلت متهكر اللجنه وسلمته قبل الامتحان مش هتعمل لك محضر. لو جوه الامتحان من 10 ل 1 والتابلت بتاعك خارج المنظومه هتعمل لك محضر غش. حتى لو هو مقفول على فكره، استنى بس، حتى لو هو مقفول. لعلمك لو انت ممسوك بموبايل مقفول هتعمل لك محضر غش، هتسقط في اللجنه في الامتحان قصدي. مش شرط تكون سربت الامتحان. عايز افهمك بس القانون بيقول ايه؟ ده قرار رئيس جمهوريه على فكره. الموبايل بتاعك لو مقفول وفي جيبك وتقفش معاك هتسقط في الامتحان في الماده. كده معناها ان انت كان عندك نيه الغش. لو الموبايل بتاعك مفتوح هتسقط في جميع المواد. طب معلش يا استاذ احمد، يعني عندنا سؤال، الامتحان اللي اتسرب على الانترنت مطابق للصور اللي طلعت من عند عبد الرحمن؟ ما هو امبارح يا فندم في 12 طالب سربوا الامتحان. لا انا بتكلم على عليك انت يا عبد الرحمن. في 12 ورقه طلعوا من الامتحان، في 12 واحد صوروا من ضمنهم تهمه المنسوبه لعبد الله. ان هو يا اما صور يا اما التابلت بتاعه متهكر. حاجه من الاثنين. يعني عبد الرحمن واحد من اللي صوروا من ال 12 واحد. يا استاذ احمد؟ مظبوط يا فندم. وعلى فكره لو عبد الرحمن مظلوم بسهوله جدا هيتنصف يعني. طبعا يعني انا عبد الرحمن احنا لا ندينك هنا ولا احنا جهه تحقيق ولا احنا نقدر يعني بالعكس احنا نتمنى انك انت تكون غير مذنب وبريء يعني، فعشان كده انا اديتك الفرصه دي عشان تتكلم ومستمره طبعا، ده حاجه بينك وبين وزاره التربيه والتعليم يعني. بس استاذ احمد يعني ازاي ممكن الحقيقه ممكن ان احنا نكشفها او تنكشف الحقيقه يعني الصدق وعدم صدق اللي بيتقال؟ الحقيقه بسيطه جدا، هو عبد الرحمن هيروح للشركه التابعه ليها التابلت، مش هقول اسمها عشان خاطر الدعايه، بيجيب تقرير مكتوب موثق من عندها ان التابلت بتاعه كان جوه المنظومه، ده لو هو خاص بالتابلت. الحاجه الثانيه هو بيروح للشؤون القانونيه وبيثبت ان البابل شيت بتاعه مش هو نفس الكود السري، وشكرا. في الحالة دي عبد الرحمن من حقه يطلب يدخل الدور الثاني بالدرجة الكاملة في نفس المادة. طيب معلش أنا بستسمحك عبد الرحمن، أنت عملت الإجراءات اللي قال عليها دي أو الخطوات اللي قال عليها أستاذ أحمد؟ هو لا ما عملتهاش بس هتعملها؟ يا ريت تعملها يا عبد الرحمن عشان حقك. يا ريت عشان تثبت براءتك، عشان لو أنت بريء فعلا هو ده اللي هيثبت أنك بريء. طيب دلوقتي أنا وأنا داخل أصلا من المدرسة من بره المفروض بيبقى في ناس بتفتش التابلت. فاللي فتش التابلت شافه وقال لي انت دلوقتي التحديث ما نزلش، قلت له اه هو ما نزلش بس وريته ان ما فيش حاجه بتفتح على التابلت، ووريته ان منزل الكتاب العربي. لان هي الكتب اصلا ما اتطبعتش واحنا ما خدناهاش، ده اولا. ثانيا انا اصلا المحضر ممضي على اساس ان الساعه هي اللي مصوره. وزير والساعه متحرزه معاه. وزير التربيه والتعليم منزل اسمي ان انا هتحرم من الامتحان سنتين، ومنزل ان انا كان بحيازتي موبايل ومصور بيه، ففي تناقض هنا. ما اكيد بعد ما وصل للوزير اكيد حقق فيه عبد الرحمن، بس انا هسالك سؤال يا عبد الرحمن، هل انت اخذت اي اجراء لحد دلوقتي يعني، ولا انت خايف تاخد اجراء ولا ايه؟ لا ما خدتش اجراء لاني مش عارف. وبعدين عبد الرحمن اسمعنا اقول لك حاجه بعد اذنك، هل الماستر اللي انت ماضي عليه فيه موبايل؟ مكتوب فيه موبايل؟ مش مكتوب خالص. مالكش دعوه بكلام الوزير، مع احترام السيد الوزير مالكش دعوه بكلام الوزير. لو المحضر اللي انت ماضي عليه ورئيس اللجنه ماضي عليه ما فيهوش موبايل، انسى ان الوزير كتب موبايل. ما هو مكتوب خالص، هو مكتوب بتاع بس، لان انا قاري ما انا بقول لك اهو، لو المحضر على فكره البينه بالمحضر مش بالبوست اللي كاتبه الوزير على فكره. الشؤون القانونيه مش بتحقق في بوست الوزير، بتحقق في المحضر اللي جاي من رئيس اللجنه. لو ما فيهوش موبايل انسى الموبايل. انت قريت المحضر يا عبد الرحمن؟ اه قريت المحضر انا ماضي عليه اصلا. طيب مكتوب فيه موبايل ولا مش مكتوب؟ مكتوب فيه ساعه بالظبط، مكتوب كده ان هل انت كنت داخل الامتحان؟ اه يعني مش موبايل. خلاص انسى الموبايل. طب رايك ايه يا استاذ احمد؟ لا ينسى الموبايل.
انسى التهمه اللي الوزير نسبها لك، مع احترامي ليه من المره الثالثه، انسى التهمه اللي الوزير كل احترامنا للدكتور طارق. تمام، دلوقتي التهمه بتاعتي المفروض ان هي على الساعه. الساعه يا فندم دي بتتحرز، بتروح للاتصالات. هي اتحرزت وراحت للوزاره المفروض مع المحضر. هتروح للوزاره بجيبه خبير تكنولوجي، الساعه دي ينفع تسرب بيها امتحان ولا لا؟ قال لك لا خلاص شكرا، انت كده من حقك تطلب الدور الثاني بالدرجه الكامله. طيب قول لي يا عبد الرحمن قبل ما اخلص معاك، عايزه اعرف يعني اهل بيتك عاملين ايه؟ يعني كان رد فعلهم ايه؟ والدك والدتك عملوا ايه؟ طبعا مصدومين اصلا ومش مصدقين ان انا اصلا ممكن اصور الامتحان او اسربه، وبعدين هستفاد ايه لما انا اعمل كده؟ طيب والدتك او والدك شاروا عليك بايه يعني؟ هو ما فيش، هو شار عليا ان انا اشوف محامي وان انا استنى الوزاره هتقول ايه في النتيجه، بس لما شفت بوست الوزير. نتمنى يا عبد الرحمن انه انت لو كنت بريء تظهر براءتك وترجع لامتحاناتك وما يضيعش عليك مستقبلك، وربنا يوفقك، ولو مدان يعني تستاهل اللي يحصل فيك يا عبد الرحمن. شكرا يا عبد الرحمن. نرجع للاستاذ احمد بقى. استاذ احمد، ايه الفرق بين امتحان اللغه العربيه امبارح وامتحان اللغه العربيه النهارده؟ الفرق ان في النسبه اللي بتقول الامتحان كان معقول اكتر النهارده. واضح تمام. على وشوشهم وكلامهم وحالتهم النفسيه بعد ما خلصوا الامتحان طبعا واخدين خروج خارجين، بعضهم بتصور سيلفي يعني. في ناس بتقول في امتحان صعب، لكن في النسبه الاكبر بتقول انه كان معقول. طب ده خلينا نسال يعني الوزاره، هي ليه الوزاره عملت امتحانين؟ الوزاره عملت امتحانين مش عارف، وجدولين اللي الادبي امتحان والعربي امتحان. انا كان على ايامي هو الامتحان واحد. ما انا اقول لحضرتك حاجه، الخطه اللي كانت موضوع انه يعمل جدولين علشان خاطر السيستم منصه الامتحان لما نعمل امتحان بالتابلت تتحمل 350 مش 700,000 يعني. نجيب العربي في يوم المنصه تقدر تشيل 350,000. ايوه، غير لما تجيبهم 700,000 مع بعض. طب حضرتك لغيت التابلت ولغيت الامتحان الالكتروني، ما رجعتش الجدول تاني ليه؟ اولا كنت هتوفر جهد، كنت هتنجو بنفسك انك تتهم ان مفيش تكافؤ فرص، كنت هتوفر على الدوله ان هي تقعد يومين بتامن امتحان واحد، كنت هتوفر على الشرطه الجهد اللي هي عملته، كنت هتوفر تكلفه الحراسات، كل ده كان هيتوفر، كنت هتوفر جدل كبير جدا جدا. انا طب بحريك ما عرفتش ايه وجهه النظر؟ ما سالتش مسؤولين الوزاره؟ ما انا بشرحها لحضرتك، الخطه دي معموله ايام التابلت. لا انت حضرتك كصحفي يا استاذ احمد يعني سالت كان ايه الرد بعيد عن الراي الشخصي. ما هو ده الرد على فكره. اللي هو ايه الرد؟ ان الجدول ده كان معمول للتابلت علشان المنصه تشيل 350,000 في الادبي وتاني يوم تشيل 350,000 في العلمي. يعني كان اسمنهم علشان الضغط يعني. عشان الضغط. طب انت لغيت الضغط اصلا يعني، لغيت التابلت، لما ترجع الامور لنصابها يعني. وتجيب الامتحان واحد، بدل كل واحد النهارده كان مستني هل الامتحان صعب زي امبارح ولا لا؟ ليه؟ وتامن امتحان واحد مرتين ليه؟ ونقل اسئله والشرطه انا بصراحه مش لاقي مبرر للموضوع. لسه بقى الانجليزي بكره وانجليزي بعد بكره وفرنساوي بعد بكره يعني. طيب النهارده كان في برضه تسريبات، ايه حكايه التسريبات اللي بتطلع كل يوم دلوقتي دي؟ التسريبات دي بقى لها 9 سنين بتحصل. دلوقتي تحديدا من 2012. بس المفروض مع التقنيه الحديثه ومع المنظومه الجديده انه ده ما يبقاش موجود. التقنيه الحديثه بتستخدم في ادوات الغش بس، لكن الادوات اللي بتواجه بها الغش مش موجوده. لسه للاسف بنتعامل بالعصايه الالكترونيه اللي بتمشي على جسم الطالب، وممكن الطالب يعني مثلا الطالب ممكن يحط الشراب الحذاء بتاعه يعني. العصايه الالكترونيه مش بتوصل للشراب، هو يمين وشمال وتفضل عدي. طبعا الطالب بيكون خاف الموبايل في اماكن ما تعرفش توصل لها. عايزك تفهماني؟ وسماعات الاذن والنظاره اللي متصله بالبلوتوث والنظاره اللي متصله باجهزه ذكيه والكلام ده. اسلوب لازم الفكره دي لازم الحياه تتغير برضه يعني. الغش بتاع الجيل الناس طبعا لازم الناس اللي بتنجح بالغش دي والمنظومه دي كلها لازم تتغير. انا بشكرك جدا استاذ احمد حافظ مسؤول ملف التعليم في الاهرام. أنا عايز أقول إنه لكل طلاب الثانوية العامة بالتوفيق، وركزوا في امتحانكم بقى، مالكوش دعوة باللي بيحصل، لا مين تسرب إيه ولا مين حصل إيه ولا امتحان صعب فاللي جاي يا ترى عامل إيه، لا يعني ركزوا. بعدين الثبات اللي أنتوا هتبقوا فيه ده عليه عامل كبير من نجاحكم، الثبات. أوعوا تتوتروا ولا إنكم تخافوا أبدا، وربنا هيكرمكم إن شاء الله بإذن الله.
طيب الأهم بقى من أهم الأحداث الأخرى النهاردة. النهاردة يوم تاريخي الحقيقة مهم في مجلس النواب، لأنه اليوم اللي بنشهد فيه من المجلس الموافقة على تشديد العقوبة على التحرش وتحويل الجريمة دي البشعة من جنحة لجناية وتغليظ عقوبتها، عدد من النواب النهاردة قال كلمات الحقيقة قوية في المسألة دي وهجموا الأشخاص اللي بيحاولوا يقولوا إنه المرأة سبب التحرش. علشان إحنا يعني الحقيقة اللي عايزة أقوله إنه خلاص عيب، كبرنا على المراهقة الفكرية دي مراهقة فكرية، وكبرنا على التبريرات السخيفة دي إنه المرأة وهي لأ. وأنا الحقيقة مبسوطة إنه لما النائب قال النهاردة، في نائب قال كلمة في البرلمان رد عليه البرلمان كله ورئيس المجلس كمان، لدرجة إنه حذف كلمته من المضبطة. الجديد في التعديلات اللي قدمها بقى سيادة النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن واتوافق عليها، هو تجريم التحرش الأسري أو الوظيفي. يعني مثلا كان المدير سكرتيرة موظفة، يجي التحرش المدير يعني ينتهز الفرصة، ما أنا مديرها بقى مش هتقدر تتكلم. أو رئيس العمل، واحدة يا حرام موظفة غلبانة بتشتغل في محل، يجي ده اسمه تحرش وظيفي. مثلا المدرس مثلا إنه اسمه ده تحرش برضو وظيفي. العقوبة بقى هتوصل 7 سنين للمتحرش إذا كان ليه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على اللي بيتحرش بيه أو اللي يمارس عليه أي ضغوط. يعني يا جماعة عايز أقول إنه انتهى عصر اللي يجي يضايق موظفة، إنه يستقصدها، إنه يستغلها، انه يضطهد طالبة مثلا خلاص، او شخص تسمح له الظروف بانه يمارس ضغط بفرض التحرش في اي مجال تاني، مش لازم اللي انا بقوله بس. كمان القانون ضم تجريم التحرش الجماعي لاول مرة. يعني لو التحرش من شخصين او اكتر او واحد بيحمل سلاح، العقوبة هتوصل ل7 سنين سجن و500,000 جنيه غرامة. أحسن، والله أنا سعيدة بده. خدوا بقى الجديد كمان، الجديد كمان هو عقوبات التحرش الإلكتروني اللي كلنا بنعاني منه، اللي كلنا الحقيقة يعني متضايقين منه، ومضايق ناس كتير جداً. التحرش الإلكتروني بكل أشكاله على الفيسبوك أو إنستجرام أو واتساب. والأهم من ده كله بقى أنه جريمة التحرش بقت جناية مش جنحة. فإحنا يشرفنا أن يكون معانا على الهاتف سيادة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول رئيس حزب مستقبل وطن. مساء الخير سيادة النائب. اهلا بحضرتك. الصوت واطي يا جماعه، تعالوا ولا الو الو. مساء الخير سياده النائب. مساء النور يا فندم. مساء النور يا فندم. سياده النائب، كان ليه التوقيت اللي اخترتوه علشان تقدموا القانون؟ ليه التوقيت ده؟ حقيقه يعني اما التوقيت فانا شايف ان القانون احنا تاخرنا كمان في تعديل العقوبات الخاصه بجريمه التحرش. هذه ظاهره اجتماعيه يمكن بتنخل في مجتمعنا كل يوم، يمكن خلال السوشيال ميديا، وزي ما حضرتك قلتي قبل المداخله على طول، من خلال اللي بيتم رصده، من خلال التعليقات السخيفه على السوشيال ميديا، او حتى من خلال هرمنا منها. وبعدين كمان الاكونتات الفيك دي، طب يعني اكيد هيبقى لها برضو يعني مباحث الانترنت هتوصل لها، هيبقى ليها عقوبه. وطالما العقوبه كبيره كده اللي هو التحرش الالكتروني ده، شيء عظيم يسعدنا. اتفضل سياده النائب كمل. بالتاكيد يا فندم، حتى الاكونتات المزيفه او تم الاكونتات الفيك، اعتقد ان مباحث الانترنت قادره تجيبها، وقادره الحمد لله ان احنا نضع حد مسكنه. كنا محتاجين فعلا للتشريع ده عشان نقدر يكون لدينا
بعد ذلك آليات تنفيذ. يمكن احنا شايفين ان التشريع وتقليص هذه العقوبة اصبح هناك ردع حتى لمن تسول له نفسه او كان بيفكر انه يرتكب مثل هذه المخالفة. احنا زي ما انا قلت النهارده بشكل كامل حتى في مقدمة القانون، واسمحي لي من خلالك ان انا اشكر حزب مستقبل الوطن طبعا اللي كان ارتاد فكرة هذه طبعا على هذه المبادرة العظيمة، واشكر السادة اعضاء مجلس النواب حقيقة اللي كانوا مؤازرين جدا لهذا المشروع على اختلاف انتماءاتهم السياسية. لكن زي ما انت قلت حضرتك بالضبط ان احنا عندنا ظاهرة اجتماعية، اي نعم هي مش في مصر فقط، كلنا عارفين انها موجودة في العالم كله، لكن قد تكون غريبة علينا على مصر، عشان كده كان لازم نتحرك بسرعة، عشان كان لازم ان احنا نضع على حد بسرعة. كان في عقوبات تمام، بس هذه العقوبات كانت عقوبات خفيفة وفيها تهوين كثير ولا تناسب مثل هذا الجريمة يعني، او مثل هذا الخلل النفسي. يمكن النهارده كان الحمد لله انتصار للمرأة واعلاء لعظيمات مصر واعلاء لقدر المرأة واستمرارا لمسيرة من الاهتمام ومن الدور البارز للمرأة خلال دور الانعقاد ده بعد طبعا تجريم الأكبر وتجريم الختان ولا غير ذلك اللي كان سبق برضه في دور الانعقاد في نفس دورة الانعقاد دي. يمكن كل ده نقدر نقول ان ده عصر المرأة الذهبي من خلال مشاركتها السياسية او من خلال حمايتها المجتمعية، يمكن كل ده بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس عبد الفتاح السيسي. لكن فعلا الواحد فرحان النهاردة ان احنا قدرنا نضيف حسن جديد للمجتمع وحسن الاخلاق ضد كل محاولات الغزو. طب سيادة النائب، عايز اعرف يعني ازاي كل اعضاء المجلس استقبلوا المشروع اللي هو يعني بيجرم التحرش وبيخليه يعني من جنحة لجناية، وده شيء عظيم جدا، ازاي استقبلوا بقى النواب في المجلس؟ حقيقة كل اعضاء المجلس بلا استثناء يعني على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية كانوا اعضاء موحدين جدا بموضوع مشروع القانون من حيث المبدا، وكلهم كانوا مؤازرين للقانون. صحيح ان كانت هناك بعض الاراء بتخفيف العقوبات شيئا ما والى غير ذلك، لكن يمكن كانت من باب ان هم شايفين ان العقوبات تدرج والى غير ذلك وان ما يبقاش في عقوبات ضخمه. لكن احنا اقنعناهم بالفكره واقنعناهم بان قد تكون حتى لو كلمه بسيطه او تحرش بسيط يؤدي الى كارثه مجتمعيه اكبر. الفكره هنا مش فكره جريمه او فكره خلل نفسي زي ما بقول، اكثر من فكره حمايه المجتمع بالكامل من ظاهره والضرب بيد على حديد كل من يسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه المخالفه يعني. طيب فندم، المجتمع دلوقتي يعني ايه المطلوب منه؟ ازاي يتفاعل مع التعديلات دي على ارض الواقع؟ تمام، يعني هذا يمكن سؤال مهم جدا. يمكن دائما نقول ان احنا الحمد لله توفر لدينا التشريع ولدينا اليات التنفيذ الممكنه لتنفيذ هذا التشريع. اتبقى دور مهم جدا هو فكره اليه الوعي، كيف ان نعي المجتمع باهميه رصد مثل هذه الجرائم والابلاغ بها بشكل دوري وبشكل مجتمعي. يمكن ده كان حديث برضه النهارده مع كثير من الساده النواب، قلنا لابد ان يتحمل كل منا دور المجتمع سواء كالساده النواب او كقياده طبيعيه او حتى كالاعلام اللي بتقومي حضرتك بيه دلوقتي. ده اليه من اليات الوعي مهمه جدا ان كل الناس في مصر تعرف ان في قانون وفي تجريم، في قانون يجرم مثل هذه الجريمه ويحولها الى جنايه زي ما حضرتك قلتي، وان احنا اي واحد يتعرض اي من يتعرض لكل هذه الجريمه ان يقوم بسرعه بالابلاغ. يمكن محتاجين الوعي ده لان احنا في كثير جدا من الناس اللي بتتعرض لمثل هذه التصرفات بتحاول ان هي ما تبلغش او بتخاف على نفسها، نقدر نقول كده ان تتعرض لنوع من انواع التلوث ثم عفوا ما تذهبش تقوم بدورها في الابلاغ. لكن بالوعي وشيئا فشيئا تتربى لدينا الثقافه. وانا عندما وصلت ان اي واحد يقوم بمثل هذا الفعل او اي مجرم يرتكب مثل هذه الجريمه حيخاف من ان الضحيه حتكون، ودي حقيقه يعني لازم يكون في رد على الحقيقه يعني. وعندما وصلنا ان الحمد لله ان في وعي كامل في المجتمع، اي مجرم حيخاف من شده العقوبه ولن يقوم بارتكابها، وده اللي احنا بنغنو اليه ونقصد اليه باذن الله يعني. الحقيقة أنا بشكرك جدا، بشكر حزب مستقبل وطن وبشكر سيادة النائب أشرف رشاد، السادة المشاهدين زعيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. كل الحقيقة النواب كمان اللي تفاعلوا، الحقيقة بنشكرهم وتحية ليهم. ومشاهدينا هنطلع فاصل نرجع نستكمل بقية حلقة.
مشاهدينا خلينا نروح لموضوع تاني. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا فيها وشهر ذو الحجة اللي ابتدى. والحقيقة انه كتير من الناس بيبتدي مع أول الأيام الفاضلة دي انه يصوم أيام ذو الحجة واللي آخرهم طبعا صيام وقفة عرفات. لكن هناك فتوى من الدكتور مبروك عطية أستاذ الفقه في جامعة الأزهر واللي شايف أنه الكلام ده مش صح، وقال بالنص كده أنه ما فيش حاجة اسمها صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واجتهد في العمل الصالح واتصدق بعشرة جنيه أفضل من أنك أنت تصوم 20 سنة. ولو قادر أنك أنت تصوم يوم عرفة وده يكفي. الكلام ده يمكن يخالف اللي ناس كتير متعودة عليه وبتعمله، لكن ايه الصح والغلط؟ انا نفسي عايزة اعرف نصوم ولا ما نصومش؟ ده السؤال الحقيقة بنوجهه للدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية. مساء الخير، برحب بحضرتك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين كرام بخير. أهلا وسهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف، أنا دلوقتي بعد ما سمعت هذه الفتوى أنا ممكن أقول دلوقتي أنا مش هصوم بقى الأيام لأنه أنا عرفت أنها مش شرط، أنا كنت زمان بصومهم، هل ده صح أم غير صحيح أم خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مسألة فعلا ذو الحجة زي ما حضرتك كده بدأت فيه كلام، فعلا ده أيام طيبة للغاية، وطبعا هيكونها أيام طيبة يعني معناها أي كل عمل صالح مطلوب في هذه الأيام. طبعا العمل الصالح مطلوب بصفة عامة طوال السنة، لكن بالذات في العشر الأوائل لأنها أفضل أيام الله سواء ليلا نهارا أم ليلا، فلذلك بنقول أنه مطالب المسلم بأنه يتقرب إلى الله أي صورة من صور القرباء، يعني ممكن جدا بالصيام، ممكن جدا بأنه فعلا يتصدق على مسكين، على يتامى، على انه فعلا حتى على الاقل يمشي في حوائج الناس، لان خير الناس من فعلا من يمشي في حوائج الناس. ونحن نعلم ان المجتمع عندنا او في مصر او في كل الدول العربيه والاسلاميه غالبا هناك محرومين كثيرون، هناك اناس فعلا يعانون في حياتهم اليوميه وحياتهم المعيشيه، فالحقيقه الحاجات دي كلها مطلوبه على قدم المساواه. خلينا برضو نتكلم لأنه طبقا للحديث، الحديث بنقول اللي هو ما يعني ما من أيام أفضل فيها فيهن العمل الصالح من هذه الأيام العشر اللي هي العشر الأوائل من ذي الحج، إلا وقال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا أن يعني يخرج رجل وهذا الرجل لا يعد لا بنفسه ولا بماله، فهذا الإنسان يمكن يكون أفضل. إذن معنى هذا أنه حتى وضع الجهاد مع العمل الصالح في هذه الأيام الطيبة. إحنا من أجل ذلك لا نشدد أو لا يمكن القول بأنه بالضرورة أو شرط إن أنا أصوم العشر الأوائل أو التسع الأوائل من ذي الحجة، لا، ممكن أي عمل صالح حتى لو كلمة طيبة، يعني الكلمة الطيبة صدق، حتى لو أتسامح، حتى لو أصل ذو الأرحام، يعني أي صورة من صور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بس بالنية. حضرتك ضروري ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، أنا أعمل هذا العمل بالنية، نيتي طيبة، نيتي لا أعمله بطريقة عشوائية، لأنه طبعا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني معناها أنا عندي نية جيدة نحو المجتمع، نية جيدة نحو الذين المهمشين في المجتمع، نية طيبة نحو إن أنا يعني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي من هذه الصور. لكن فعلا الصوم ليس شرط، لكن اللي ورد فيه السنة أيوة السنة عارف. بقى اللي أنا عارف لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني المفروض أن احنا ما أتاكم فخذوه وما نهاكم فانتهوا. بالضبط، ده أي نص قرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. لأنه الدكتور مبروك عطية قال أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصوم الأيام دي، فرد حضرتك إيه؟ لا بس برضه لا، انا لا اخذ الكلام ده على اطلاقه، يعني بمعنى ايه؟ يعني هو انسان يرى مثلا مسلم يرى انه بيرتاح نفسيا بمساله الصيام، لا مانع يصوم، يعني يصوم لكن مش شرط. يعني حضرتك اشرت، معلش يا فندم احنا عايزين نعرف سيدنا النبي كان بيصوم ولا ما كانش بيصوم؟ لا يعني ليس بصوره منتظمه، مش بصوره منتظمه، لكن المؤكد فيه بس حصل انه صام ايام عرفه. صام طبعا حصل انه صام، لأنه أصل الحجة ما جتش غير مرة واحدة،
الحج بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا أيام الحج ده أيام جهاد، أيام أو أيام معاناة وأيام مشقة وآخره، فده يعني مش الصوم ما كانش إلى حد كبير مناسب. لكن المؤكد أيضا أنه كان يمكن، المؤكد يعني أن ده جزء من عمل صالح، وجزء من عمل صالح ما لا نستطيع أن احنا ننفيه أو نستبعده، نقول لا 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 إذا الصيام ده أنا أتحرر من الصيام، أنا مش هصوم على الإطلاق، لا لا الكلام ده برضو. ولا في نفس الوقت أقول شرط أنت بقى عشان تكون إنسان يعني قريب من الله، إنسان مسلم متدين التدين الصحيح يجب أنك تصوم، لا برضو لا كده ولا كده. لكن ندع الناس طبقا لظروف الخاصة، ندع الناس طبقا كما نعلم يعني أنه نفسيا هو بيكون يعني في إنسان يقول لك لا والله أنا ممكن جدا أضع مثلا بعض الجنيهات في يد إنسان مسكين أو فقير أو واحد مثلا عنده إنسان مع غارمات مثلا غارمات أو من الناس اللي هم بيغسلوا مثلا يعني مثل هذه الأمور، غسل كبد أو مثل هذه الأمور، أنا أعتقد أنه أيضا ليه عذره يعني تماما يعني هذه الأمور. طيب بالنسبة بقى للصيام يوم عرفة، هل في يعني ورد أحاديث صحيحة؟ طبعا طبعا أصل حضرتك هو السنة إما قولية وإما فعلية، يعني فعلية يعني الصيام نفسه، صيام ده إذا حدث إن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ده حصل. وبعدين الأمر الآخر أيضا إن أنا عندي سنة قولية إنه صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. يعني إذا أنا عندي سنة، يعني ده فضل صيام يوم عرفة. بالضبط ده اللي لا يستطيع أحد إنه يشكك فيه، صوم يوم عرفة بالذات ده سنة، وسنة ثابتة قولا وعملا، مش بس بطريق واحد، لا 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 بطريقين، إنه بالقول إنه هو صوم يوم عرفة يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة، ده سنة قولية وحديث. سنة فعلية إن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا صاموا، ليس فقط الرسول وإنما صاموا، ولذلك نجد إنه لا أحد يستطيع أن يقول لا والله أصل إذا خلاص أنتوا لا تشترطوا أو مش شرط إن أنا أصوم في التسع أيام دولك، لا بنقول لا لا، هو يوم عرفة أنت هتكون أقرب الإنسان، لأنه ده بديل برضو. شوف حضرتك خلينا برضو المسلم ياخد باله لأنه ده بديل الناس، يعني إيه بديل يا دكتور؟ بديل يعني الناس اللي في عرفة دلوقتي يعني في نوع من الجهاد إنه في الحر، وبعدين مثلا بيؤدي المناسك مشقة الحج، مقيمين بالظبط احنا مقيمين هنا قاعدين في هنا، فعشان كده بيكون ده بديل عن ان المسلم اللي هو في اعلى درجات اللي بيؤدي الركن الحج ده، الناس المقيمين في اوطانهم في بلادهم بيقولوا والله خلاص احنا كنوع من المشاركه في هذا التقرب الى الله احنا هنصوم بقى. فلذلك يعني بنقول ده بديل عن ان انا ما رحتش حج، لان انا لو في الحج مش هصوم يوم عرفة، لا لو انا في الحج مش هصوم يوم عرفة. وطبعا نحن نعلم يعني احنا الافضل ان احنا نصوم يعني وخصوصا احنا في اوطان غير الوطن اللي فيه الحج واللي احنا مش بنحج وما عندناش هذه المشقة يعني يعني ما فيش داعي، انا في رايي ما فيش داعي ان احنا نقول لا 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 يا جماعه يلا بتصوم ما تصوموش، لا لا بنقول نترك الناس على طبيعتها ما دام بيرتاح او يعني يرى ان الكلام ده هو ده نوع من انه مساله تكامل انه بيصلي وبيصوم، لا بس يعني جيد، لكن ما بقولوش كمان ان السنه، لا 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 مش سنه الثمان ايام، لكن يوم عرفه هقول له ده سنه. طيب سؤال بقى هنتهز الفرصه دكتور محمد، يعني احنا داخلين اهو على العيد ودايما متعودين، الناس متعوده بتحب دايما تصلي العيد، كبار السن هل لو ما صلوش العيد خوفا من الاصابات وكده هل ده يعتبر آثم يعني؟ لا طبعا هو من يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا احنا نعلم انه طبقا للتوجيهات او التدابير الاحترازيه اللي هي بالنسبه لوباء كورونا او جائحه كورونا، بنعلم انه اقرب الناس اللي هم ممكن يعني يصابوا بمرض كورونا هم الكبار او يعني اللي في سن الشيخوخه. فاذا كان فعلا نحن للاسف برضه، وانا بقول للاسف ليه؟ لان فعلا الناس بتحافظ على صلاه العيد أكثر من صلاة الجمعة، وده خطأ، لأن صلاة الجمعة فرض. صلاة العيد صلاة العيد سنة مؤكدة
يعني إذا والفرض طبعا مقدم على السنة المؤكدة طبعا. أنا في هذه الحالة لو جاء اللي هو الإنسان اللي هو كبر في الكبر أو في الشيخوخة وما صلاش العيد وبيحذر أو يعني يخشى على نفسه من مسألة الكورونا، لا بأس إذا كان الحج، وحضرتك عارفة أن الحج السنة دي مقاصر على السعودية فقط والحج بالضبط، وده سؤالي اللي جاي السعودية. يعني ناس كتير كان نفسها أنها تحج وناس حرمت من الحج برضو يمكن للمرة التانية أو التالتة على التوالي. طب بنقول للناس السنة دي إيه اللي ممكن تعمله اللي كان نفسها تحج ومش هتقدر أنها تحج طبعا علشان الظروف كورونا وكده؟ هنقول حاجتين الحقيقة. أول حاجة نية المؤمن خير من عمل، يعني ما دام عنده نية بالنية يعني ممكن تحسب بالنية طبعا هو هو عنده نية وهو الله على رحمة ربنا ده طبعا وده وتجد ان هو يعني متقدر يعني ليه؟ لانه كان عنده نية وكان عنده استعداد وعامل نوع من الطوارئ والى اخره عشان يحج. فطبعا كونه جات الظروف دي، والظروف دي قاهرة، دي ظروف قاهرة وضرورات تبقى القواعد الشرعية، الضرورات تبوح المحظورات، دي ضرورة، وضرورة التدابير الاحترازية منظمة الصحة العالمية، الأطباء عندنا، وزارة الصحة، كل وزارات الصحة في كل الدول تقريبا بتقول لا 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 ابعدوا عن التجمعات الكبيرة، حاولوا بقدر الإمكان أنه تتخذوا الإجراءات الوقائية. فمن أجل كده أو الحقيقة مسألة أن احنا بنقول أنه لا بأس، أو يعني أنا بقول كنوع من الضرورة وكنوع من الوقاية، الوقاية طبعا، وبنقول ليه الوقاية؟ لأنه الوقاية خير من العلاج، ده هو صحيح كلمة طبية، لكن أنا عندي في النص القرآن بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، وحذركم كنوع من الوقاية، ما هو ده نوع إجراء احترازي. يعني أنا شايف إن صح. أنا لو رحت ده، لو رحت المكان ده أنا هتعرض فيه لكذا وكذا، والشواهد بتؤدي إلى هذا أو تؤكد على هذا، بنقول لا ما خلاص ما تروحش. وانت نيتك بقى ان كنت ترجو انك انت تؤدي صلاة العيد، لكن بسبب ان هذه الظروف لا مانع يعني. ففعلا الاسلام دين يعني يسر، بس لكن ايضا ناخد الرخص دي، شوف حضرتك ناخد او الرخص دي رخص، فناخد الرخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، يعني ده حديث فعلا، لكن برضو بالضوابط يعني بالقيود. يعني أنا فعلا رجل عجوز، أو أنا يعني كبير السن، وأنا فعلا تجمعاتي وخصوص تجمعات بتبقى فيها نوع من يعني إلى حد ما الاختلاط بزايد شوية، المسافات ما فيش تباعد اجتماعي كافي إلى آخره، فبنقول لا والله أنا فعلا نيتي أنا هقعد أذكر ربنا وأنا في بيتي، لا مانع. لكن أنا إنسان شاب، وأستطيع أن الإنسان الشاب ده ممكن يؤدي هذه السنة المؤكدة اللي هي العيد، في هذه الحالة طبعا يذهب، لكن برضو مع ملاحظة حاجة أنه يلتزم بالضوابط، بمعنى التباعد الاجتماعي. خلينا برضو خاصة أن المفروض العيد، أو يعني طبقا للسنة أيضا، العيد يؤدى ليس داخل المسجد، مفروض في ساحات، وطبعا كلنا عارفين الكلام، يؤدى في أماكن خارج المسجد، إلا السيدات أو النساء ممكن يؤدوا داخل المسجد، فالكل يحافظ على التباعد الاجتماعي، الكل. هذا أيضا جزء من الفهم الصحيح للدين. طيب الناس اللي كان نفسها تحج وانها هتؤجر يعني على باجر الحج، طيب الفلوس اللي كانت هتدفعها في الحج ليس عليها ان هي تتصدق بيها؟ يا ريت والله، هو ده فعلا، هو يا ريت، لكن ننصحهم بايه يعني؟ هل في الزام ولا هو هيؤجر بدون ما يدفع؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يعني هو العاطي، الوهاب، الرزاق، الخير يعني. لا طب هقول لحضرتك يعني اتفضل. هو برضو النقطه دي برضو كويس التركيز عليها، لان دي مسائل يعني بتدور في اذهان الناس. يعني ممكن انا اقول والله نيتي، لكن انا عندي فلوس. طب انا عندي فلوس، ده أنا فعلا الظروف دي القاهرة اللي منعتني أن أنا أذهب للحج، فعلا في هذه الحالة أنت ممكن تاخد مثلا، يعني إذا صح التعبير، يعني أنا ممكن أخد 60% أو 50% بالنية دي، لكن أنا لو أن أنا دفعت فلوس للفقراء، المساكين، للأرامل، لليتامى، في هذه الحالة أنا ممكن أخد مثلا 80-90% مثلا بهذا المعنى، فالأجر أكبر. فأنت ممكن أنت أجر بنيتك، ما بنقولش حاجة، لكن بالتأكيد لا يستوي، يعني لا يستوي
من أنفق ومن حاول أن يعني يربط على كتف مسكين أو يقدم معروف إلى فقير أو مثل هذا لا يتساوى مع واحد بس أنا والله نيت كويس ماشي. كل الناس يعني ما نفترض أن الناس كلها عندها نية طيبة، يعني احنا لا ندخل في النوايا، خاصة ان النوايا مسألة داخلية، يعني انا ما اقدرش ان انا اقدر اثبتها كده بحاجة ملموسة محسوسة، يعني المسألة النية ده، لكن انا بصدق الانسان بقولك انا نيت كذا خلاص يا سيدي ربنا يجرك على نيتك، لكن بالتأكيد ان انا افعل ادل على الخير كفاعل، يعني انا كان كوني اذهب واتجشى من المصاعب او المشاق، وان انا والله مين اللي هو محتاج في المكان ده، والله أنا في الحي ده، أنا في القرية دي، أنا في النجع ده، أنا في أي مكان، بنعلم أن هناك بالذات ليس داخل القاهرة أو المدن الكبيرة ده، لكن بالنسبة عندنا قرانا وهذه الأماكن لنا نعرف المساكين، نعرف الفقراء، نعرف الأرامل، نعرف الغارمات، نعرف كل هؤلاء. ده صحيح. يعني أتمنى من الناس كلها تكون سمعينا وتعرف الفضل ده وإن شاء الله وتعمله. وبنشكرك جدا دكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية. وسادة المشاهدين نطلع فاصل ونرجع تاني. مشاهدينا ومكملين معاكم لآخر الحلقة، وعايزة أقول لكم أن أنا عندي النهاردة فيديو الحقيقة صادم. الفيديو ده من منطقة بهتيم في القليوبية، شوية شباب أكبر واحد فيهم تقريبا ممكن يكون عنده يعني 20 سنة 19 سنة، قرروا أن هم يسرقوا وحددوا هدف سرقتهم، هيسرقوا فين وإيه، وهدف سرقتهم الحقيقة شيء يعني محزن قوي ومؤسف جدا، وحاجة الحقيقة يعني حزينة جدا. قرروا يسرقوا صندوق كفالة اليتيم بتاع تبرعات المسجد، يعني أنا ما شفتش الحقيقة بجاحة أكتر من كده، زي ما أنتوا شايفين على الشاشة كده. المسألة مش صدفة، يعني مش كانوا معديين قدام الجامع فالشيطان وسوس لهم، لا دول جايبين معاهم ادوات، يعني مش معديين وجات لهم الفكره ومحددين ان الادوات دي وعارفين ان هم هيفتحوا الصندوق منين ومقسمين نفسهم كل واحد هيعمل ايه. اللي لفت نظري بقى ان هم يبدو انهم مش متسولين او مجرمين، يعني شكلهم كده شباب لابس يعني كويس نظيف، ممكن تكون عندهم أسر كويسة محترمة وصارفين بقى عند الحلاق وعاملين شعرهم شياكة زي بقية الشباب، يعني مهتمين بنفسهم زي ما انتوا شايفين معانا كده. طب ليه انا بشوف انه في سبب لليه دي، انه الأسرة فين، يعني انتوا اسركم فين، الاسره غايبه فين. وللاسف الشديد الحقيقه يعني كتير من الاهالي بتقرر ان هي تخلف وتسيب الشارع يربي. والغريبه انه ده حصل، يعني مش غريبه، المصيبه انه ده حصل قبل صلاه الجمعه. يعني شفتوا بجاحه اكتر من كده، انه ناس مش ما عندهاش ضمير، ده ناس ما عندهاش ايه، يعني ما اقدرش مش قادره اقولها، فين يعني الدين، فين دينكم، فين خوفكم من ربنا، فين. يعني دول مثلا شباب من سن تقريبا 17 ل 20 سنه، واضح انه اللي بيعملوه ده بعد الفجر كان او قبل صلاه الجمعه، لانه الشارع فاضي. فين الناس اللي في البيت اللي بيقول كنت برا لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ فين اهلهم؟ ما قالوا لهمش انتوا في الوقت ده انتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ سواء يعني افترضت انه كان وقت الفجر لانه مش معلوم بالظبط، او وقت يوم فجر جمعه او ظهر جمعه، في اي وقت
يعني انا بشوف، انا بشوف انه في عبء على الاسره، يعني دي نتيجه طبيعيه للاسف الشديد لغياب دور الاهل وبرده والضمير والدين يعني. وبرده غالبا هتلاقي البيت ده فيه مثلا 7 ولا 8 اخوات، يعني يقول لك طب احنا هنلحق نربي امتى ونعلم الادب امتى والدين امتى؟ طب خلفتوا كل ده امتى وليه؟ فيديو مدته اقل من دقيقة، لكن حقيقة محزن بيزعلنا على حال يعني نوعية من الشباب اللي بتعمل كده. صندوق الزكاة بتاع المسجد ما لقيتش غيره، ولا كفالة اليتيم. معقولة فلوس دي رايحة للناس الأيتام، الولاد الأيتام، تاخدها سرقها؟ يعني المعلومات اللي عندنا بتقول انه طبعا ده خبر كويس انه تم القبض على واحد من المشتركين في السرقه دي، وطبعا احنا عندنا جهاز شرطه صاحي مش بينام وانه بيرصد كل شيء، وده على فكره بدون بلاغ. يعني ده فيديو انتشر ووزاره الداخليه تم تحركت فورا من بعد تداول الفيديو، ويتم البحث عن باقي المشاركين، وبنتمنى انهم يتقبض عليهم الحقيقه قريب. طيب عندنا بقى حدث برضو مهم بقى، يعني نروح بقى لنوع اخر من الاحداث، هو حدث رياضي. في تصريحات غريبه قالها كابتن محمود ابو الدهب نجم النادي الاهلي انه الزمالك استغنى عنه وهو في قطاع الناشئين علشان اخوه رفض انه يفوت ماتش المصري. يعني كان في ديل قالوا له اعمل كده. الحكايه زي ما بيقولها انا بقولها كابتن ابو الدهب، انه كان بيلعب في قطاع الناشئين في الزمالك، كابتن عشان ما تتلخبطوش، كابتن ابو الدهب، واخوه الكبير مصطفى كان بيلعب في النادي المصري في الفريق الاول، وكان في ماتش بين الزمالك والمصري، فالزمالك طلب من ابو الدهب انه يكلم اخوه عشان يفوت الماتش وانه الزمالك يفوز ويكسب الدوري. فابو الدهب رفض، فالزمالك خد اجراء ومشاه من النادي، وكمان خلاه يدفع ثمن تذكره العوده السوبر جيت اللي راح بيها الماتش. طيب نتأكد ونعرف أصل الحكاية. معانا على الهاتف كابتن محمود أبو الدهب على التليفون. مساء الخير يا كابتن. خير يا دكتور، ازي حضرتك؟ ربنا، تحياتي لحضرتك طبعا وللسادة مشاهدين الكرام. شكرا يا كابتن محمود. احكي لنا بقى بهدوء كده، الحكاية دي حقيقي اللي أنا قلته ده اللي ما متقال عنك، ولا يعني إيه اللي حصل بالظبط؟ فهمنا الموضوع بالظبط. يا أنا والله حزين جدا يا دكتور، أنا ما كانش أقصد من التصريح ده. يا جماعة علولنا والصوت بيقطع جامد جدا أول الحلقة بصراحة، مش معقول. يعني أنا فعلا أنا ممكن حزين جدا على التصريح. أنا ما كنتش أقصد إن التصريح ده ممكن يعمل كده يا دكتور والله، لكن هو لا معلش يعني. انا يعني بصرف النظر عن رد الفعل، لا. انا عايز اعرف الاول يعني الحكايه الاول ايه اللي حصل بالظبط، احكي لنا. لا يا الحكايه، انا كنت يعني طبعا انا في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، فتصعدت مع الفريق الاول الدرجه الاولى، وكانت انت عارفه حلم اي لعيب انه ناشئ يتصعد الفريق الاول، فكنت بتمرن مع الفريق الاول وكده وماشي كويس وموجود على طول وبلعب واساسي، وانا عندي فرصه ان انا اتأهل في نادي الزمالك. فكان في مباراه مع النادي المصري والزمالك، ففوجئت ان هم يعني في ناس بعض المسؤولين يعني بيقولوا لي ان اخوك مصطفى ما يلعبش جامد وما يلعب ما يديش اهتمام للمباراه. فاكيد انا كنت لسه صغير، ما يعني ما وعاش للكلام ده، كنت 19 20 سنه، فانا مش قاصد يعني. ففوجئت ان انا خارج ال 20 لعيب اللي مسافرين بورسعيد. يعني حتى طب مش يمكن كان يكون هزار مثلا، يعني من باب الهزار قالوا لك كده؟ ما كانش حقيقي. لا هزار يا دكتور، مش هزار، انا اسافر قبل الماتش بيوم، يعني حتى لما انا رحت بورسعيد. اصل الهزار ملوش وقت. لا ما ده مش مبرر، انه ده دليل على ان هو كان جد مش هزار. لا الكلام انا مش قصدي اقوله في الكلام ده بعد 20 سنه، لان المباراه دي كانت 91. انا اتسال سؤال ليا بالظبط كده،
انت مشيت ليه من الزمالك او مشيت ليه؟ ما فيش مبرر ان انا امشي. على فكره يا دكتور انا بقولها مع حضرتك لاول مره، انا كنت ماضي عقدي مع نادي الزمالك الناشئين. انا كنت الوحيد اللي ماضي عقد ان انا موجود ماشي. ففوجئت ان انا سافرت قبلها بيوم فروحت بورسعيد، فحتى اخويا مصطفى بيسالني انا داخل عليه البيت اقسم بالله انا شايفه يعني او انا شايف انسان غريب قدامي، لقيته هموم الدنيا كلها على دماغه. ليه؟ فانا بقول له مالك؟ قال لي ده الناس مقطعيني بسببك. ليه؟ اول سؤال ما عشان انا بقى قالوا لي ان انت بتبيع بايع الماتش عشان محمود اخوك بيلعب في الزمالك. انت عارف البورسعيديه وطنيين شويه وبيحبوا المصري شويه وبيحبوا الكوره في مصر في البورسعيد. ايوه بس انت كنت انت رفضت وانت ما عملتش كده، فهل رغم اللي حصل ده انه يعني ازاي يعني ان هو برضو يقولوا له انك انت تعاونت مع اخوك علشان يعني هو مين اللي غلب يومها قول لي بس؟ المصري، المصري اللي كسب 2-0. طب امال ازاي يقولوا له انك انت وقفت جنب الزمالك؟ ما انا مش عارف بقى يعني غريبه دي. لا حتى مصطفى في اليوم ده جاب جول، يعني جاب جول ما شاء الله عمره ما شفته بيجري بعد بعد الجول بالفرحه دي. انا بس بحكي لك يا دكتور، وحتى هو في مصطفى اتفاجئ بيقول انتوا جايين بدري انتوا مركزين في يعني الماتش. انا اللي اعرفه انه فرقه تفوت لكن لعيب يفوت دي غريبه بقى يعني. لا صعب جدا. وعلى فكره هو اتقالت على لعيب تاني كان اسمه كابتن ناصر عبد اللطيف، ده كان حارس مرمى كان بيلعب في نادي الزمالك واتقالت عليه كده. يعني هم كانوا في طب ليه تصريحك بتاع اليومين دول اثار الجدل كده؟ ما انا اثار الجدل عشان ناس كتير يا كابتن، لان في بعض الناس قالت تصريحات على 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 لسان الكابتن عبد الجليل والكابتن عماد النحاس ان هم دول هيفوتوا للنادي الاهلي. فهي التصريح زي ما تقولي بقى حضرتك كيف وقته ان محمود ابو الدهب قال كذا. انا ما اقصدش بالتصريح ده اقسم بالله، نادي الزمالك ليه كل الاحترام طبعا هو وجماهيره الكبيره، لكن التصريح جه في وقت ان كله بقى في التفويت، ان في تفويت نظرا لحساسيه الدوري الممتاز اللي في تقصد ماتش الاهلي والمقاولين؟ اه طبعا، يعني ماتش الاهلي والمقاولين والنهارده ماتش الاهلي وماتش المقاصه. يعني الكابتن عبد الجليل طلع قال تصريح، على فكره ده تصريح محترم جدا، ولو كان مع الزمالك كان هيقول نفس الكلام على فكره، لان انا اعرف الكابتن عبد الجليل يعني معرفه شخصيه، هو الراجل بيقول نحافظ على لعيبه النادي الاهلي عندهم مباراه مهمه، لكن مش بيقول النادي الاهلي انا هسيب الماتش للاهلي، في فرق ان انا حافظ وان انا اسيب يا دكتور، ولا الكلام ده غلط؟ بس عشان التصريح بقى السوشيال ميديا والكلام ده فهو اللي اثار الجدل الكبير ده كله، لكن انا برضو مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني، لكن هو الموضوع ده يا ريت ما حدش يرد لان في تفاصيل كتير جدا، فعيب ان انا اقولها لان الموضوع ما يعني عدى عليه اكتر من 20-25 سنه. فخلاص انا مشيت واتسال سؤال ان محمود ابو الدهب مشي ليه من نادي الزمالك، فناس بقى اتكلمت وكانت بتجتهد في الاحاديث. انا فوجئت ان المصري كسب الزمالك 2-0 وفي الفتره دي انه ضيع الدوري، يعني المباراه دي كانت لو الزمالك كسب ياخد الدوري، ما يوصلش الاهلي والاسماعيلي انه يلعبوا مباراه فاصله في المحله. فبالتالي اثار جدل كبير جدا يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال. تحت امرك اتفضل. هل اليومين دول بيحصل تفويت للمطوشة ولا لا؟ لا صعب. انا بامانه ربنا انا متابع الماتشات يا دكتور، في صعب جدا لان لان احنا دلوقتي بقت المباراه كلها متشافه. وبقى في فار وفي لعيبه وفي لعيبه اصل ناس كتير بتتكلم عن ده مش انا يا كابتن. لا يا دكتور ما فيش الكلام ده ما بيحصلش. النادي الاهلي عنده ماتشات صعبه، المؤجلات الفتره اللي جايه عنده ماتشات صعبه. هل البنك الاهلي هيلاعب الاهلي بعد ما يرجع من نهائي افريقيا؟ هل ممكن يسيبه؟ هو محتاج انه يقعد في الدوري. اسوان محتاج انه يقعد في الدوري نفس الطريقه اللي فرقه كتير جدا. فبالتالي ما فيش وقت للتفويت ولا حد يقدر يفوت الفتره دي يا دكتور. مفيش على فكره، ممكن يكون مدير فني يطلع يتكلم ويطلع يقول، لكن اللعيبه في الملعب ما بترفض ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. انا بشكرك جدا كابتن محمود ابو الدهب نجم النادي الاهلي والزمالك. طيب عندنا بقى خبر فني الحقيقة مهم، انه امبارح بالليل الفنانة سماح انور كانت قاعدة وفي بيتها كده في امان الله، وبعدين سمعت صوت قطة بتنونو وبتستغيث. يعني القطة كان صوتها كما يعني ما هو الحيوانات بتعبر يعني.
وهي مش فاهمة الحقيقة كانت الفنانة سماح أنور الصوت ده منين، لغاية ما بدأت تقلق وبعدين فضلت تمشي وراء الصوت ده علشان تكتشف بقى إنه الشقة اللي تحتها في العمارة اللي ساكنة فيها واللي مقفولة بقالها فترة أصحابها سايبين قطة جوه، أصحابها سايبين قطة، معرفش بقى ناسينها ولا أكيد ناسينها، أصل محدش هيسيب قطة في بيته من غير أكل ولا شرب عشان تموت وتضرب بقى في الشقة، يعني مش معقول للدرجة دي. واضح إنه القطة بقالها فترة لدرجة إنها يعني بتستغيث القطة يا جماعة بتستغيث روح، هي روح يعني سبحان الله في الآخر. المهم الفنانة سماح أنور بعد محاولات فشلت إنها تنقذها، فقررت إنها توصل للمطافي وعملت لايف قالت فيه أنا منتظرة المطافي، بس ما كانتش واثقة قوي إنه المطافي ممكن تلبي نداء لإنقاذ روح حيوان بريء الحقيقة ملوش ذنب، بس هو في الآخر اسمها قطة فكانت عندها شك. لكن خلال دقايق وصلت الشرطة وقاموا بعملية إنقاذ القطة. والحقيقة أن موقف زي ده في أي دولة أوروبية بقى يقولك إيه، بنقعد نكتب ونقول شوف الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، لكن عندنا بنتغافل. فعشان كده أنا قصدت الحقيقة أن أنا لازم أعلن عن هذه الاستغاثة اللي تلبت على الفور. وعلشان بقى نفهم أكتر الموضوع إحنا معانا على التليفون الفنانة الجميلة سماح أنور. مساء الخير يا فنانة يا جميلة. مساء النور يا بسمة، ازيك وازي صحتك يا حبيبتي، منورة وقمر دايما دايما. الله يخليكي، انت اللي منورة دايما في كل حاجة وبإنسانيتك اللي بتضغى الحقيقة على كل شيء عندك. عايزين نعرف ايه اللي حصل يا ستي. بصي اللي حصل ببساطة ان انا كنت انا اصلا ساكنة في الدور الرابع، وانا ممكن تعالوا يا جماعة انا ساكنة في الدور الرابع. مسموع صوتي ولا ايه؟ اتفضلي. معلش يا جماعه علوا من فضلكم، معلش احنا عندنا مشكله في الصوت. اتفضلي. طيب. اتفضلي يا استاذه. اتفضلي. انا كنت ساكنه، انا اصلا ساكنه في الدور الرابع وبربي قطط، يعني بقالي يعني 15 سنه عندي يعني شلتر قطط حاجه و20 قطه اصلا. انت من محبي القطط يعني؟ انا بحب اي حاجه ما بتتكلمش بيني وبينك يعني. المهم عندي قطط تانية بتيجي من الشارع، عارفة انه لان انا ساكنة في دور لوحدي، شقتي في دور لوحدي كده في اخر دور. فالقطط اللي في الشارع بتيجي عشان بنحط لهم اكل ومية بره وبيوت وحاجات كده علشان الشتاء او حر الصيف او حاجات كده اللي هم مش عندنا جوه يعني. فالمهم كان في قطة بتستغيث جامد جدا جدا من يومين. معلش بقى يعني اشرحي لي بقى فهمتي ازاي او حسيتي ازاي انها بتستغيث؟ مفيش انا طبعا لان عندي خبرة، بقول لك انا بقالي 15 سنة عايشة مع القطط مينلي يعني، فبعرف لغتهم فعلا بجد يعني تعرفي لغة القطة الحيوان وعرفتي من لغة القطة انها بتستغيث. هي مش محتاجة اصلا حد يبقى عارف حاجة يعني، هي التون بتاع الاستغاثة في اي مخلوق بيبان على طول ده حقيقي يعني. بس المهم ان يبقى عندنا احساس من اصله يعني. المهم فلقيت استغاثة جامدة جدا، رحت بصيت وبتاع وطلعت بره عند البلكونة اللي في الاسانسير بره وبتاع مش عارف، فلقيتها طالعة من البلكونة اللي تحتي وبتنونة وبتصرخ جامد جدا جدا جدا. فأنا نزلت على الدور اللي تحتي فاكتشفت إن الشقة عليها قفل وباب حديد وبتاع، فمفيش مجال إن أنا أخش لها خالص ولا حتى أعرف أنزل لها من عندي لأنه إحنا في سوى واحد زي أي عمارة يعني. وخبطتي ورنيتي الجرس اكتشفتي إنه مفيش الجيران دول مش موجودين. أصلا عليها قفل من بره مش محتاجة نخبط يعني. قفل يعني أصحاب الشقة مسافرين. يعني يا نهار أبيض المكان أصلا. فحاولت بقى عملت ملاية وربطتها ونزلت لها عشان تاكل وعشان حاجات كده، وحاولت انها تخش في الملاية عشان نرفعها، فطبعا كان صعب جدا لان القطط كمان كائنات بيجي لها لما بتبقى في ديستريس يعني بتبقى مش متجاوب بالعكس تجري منك يعني. فعملت محاولات كتيرة قوي قوي وبعدين لما فشلت الفشل فقررت قلت ان انا لان انا لقيت زمان من فتره كده على السوشيال ميديا انه في مصر برضو كان في حد عنده قطه في منور
يعني الدستريس برضو بلغوا المطافي وجات. فانا قلت طبعا مقايس واكلم المطافي. والحقيقه بقى هنا يهمني جدا اقول انه المطافي انا كلمتهم وعملت ابلاغ وهم ما عرفوش اصلا انا مين خالص نهائي، يعني لانه انا الله. عملت البلاغ باسم سماح عبد الله، انا اسمي سماح انور عبد الله. ما اعلنتيش عن هويتك، ما قلتيش انا الفنانه اللي ممكن لو ما جيتوش بقى انا هعمل موضوع. لا انا ما ماليش في السكه دي، ما بحبهاش اصلا، لان انا عارفه ان احنا كده يعني الـ يعني في مصرنا الجديده الموضوع ده بالعكس يعني مش صح يعني. فالمهم قلت لهم انا بعمل بلاغ، احنا في الكومباوند الفلاني وتحتي انا في الدور الرابع وفي كذا واحنا عماره كذا. قال لي طب يا فندم انتوا عماره كام؟ طيب مش عارف ايه، 5 دقايق وهنكون عندكم. فانا قفلت وعملت لايف لانه انا ما كنتش متصوره يعني انه هياخدوا البلاغ جد، يعني انا عارف يعني شكيت ان هم هيستجيبوا على الاستغاثه بتاعتك فيهم. انا شكيت انه الموضوع بالسهوله دي على البلاغ، معلش على البلاغ. فعملت استغاثه، احنا برضو يعني كان يعني في العصور السابقه كلها ما كانش ده وارد اصلا يعني. صح ده حقيقي، الموضوع انه فعلا جمهوريه جديده صحيح يعني. ده حقيقي، وده عشان كده دي اكتر حاجه هماني الحقيقه. حاجتين هقول لك عليهم، دي واحده منهم. المهم في الموضوع انه الناس جم في اقل من 3 دقايق، وخلال ال3 دقايق بجد كانوا بيكلموني شرطة النجدة والمطافي كل دقيقة علشان يتأكدوا من البلاغ ويتأكدوا من العنوان وهم في الطريق أصلا. فده شيء أنا ما شفتوش ولا يمكن أتصور ولا أتخيله في حياتي بجد بقى. تحية بقى من تحية لجهاز الشرطة حقيقة وجهاز الحماية المدنية على استجابتهم. وشباب زي الورد بجد يعني. أيوه المهم جم فعلا في اقل من 3 دقايق. حتى انوشكا هي جارتي ومحبه للحيوانات زي كده، فلما كلمتها قلت لها الحقيقه ده في قطه كذا بتاع، فقالت لي طيب انت كلمي المطافي وانا هكلم مش عارف مين وحاجات كده. ففعلا انوشكا جت جري ووقفنا في الشارع. المهم الناس جم وطلعوا القطه وانقذوها. والقطه بقى عشان توضيحا دي مش قطه بتاعه الناس، دي قطه من الشارع. لا دي جديدة، دي جديدة. ودخلت ازاي؟ هو ده بقى السؤال اللي انا كنت دايما بقوله للناس حتى بتوع المطار، بقول لهم يا جماعة طيب هي اصلا وصلت للمكان، طب ازاي دخلت؟ ما هو المكان، معلش هو البلكونة دي الدور ايه يعني؟ تالت؟ دور تالت والبلكونة فوق تالت. انا اصلا قبل المطافي ما تيجي انا طلعت بنفسي، جبنا سلم انا وانوسكا وطلعت بنفسي على السلالم لحد فوق، لقيت انا بنفسي شفت ده البلكونه والشبابيك مقفولين. حتى طب يمكن دخلت من عقب باب الشقه واسع مثلا؟ لا مستحيل، وفي حديد على الباب كمان. لا انت بتقولي ايه بقى؟ ما انا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم بقى. لا مش بسم الله الرحمن الرحيم، القطط دي طريقتها على فكره يعني. طريقتها ايه؟ دخلت ازاي؟ معلش من اماكن غريبه جدا، لكن هي ممكن تكون في الذعر والجوع والعطش فقدت الرؤيه، وده طبيعي ده بيحصل بني ادمين مش بس الحيوانات يعني. المهم في الموضوع الاهم يعني في الموضوع انهم انقذوها وعرضوا حياتهم فعلا للخطر على عنينا كلنا بصراحه، وشباب زي الفل. ويعني بجد حتى لما احنا طلبنا منهم اسمائهم الكامله يعني محمود واحمد ورامي، فطلبنا رامي ايه واحمد ايه ومحمود عشان نذكرهم على السوشيال ميديا، رفضوا رفضا تاما وقالوا لا ده واجبنا واحنا الله دورهم دورهم. انا يعني عايزه اشكرك جدا الفنانه الجميله على احساسك طبعا، والفنانه انوشكا على احساسكم المرهف وحبكم للحيوانات ورحمتكم اللي جواكم، وبشكر الحقيقه كل رجال الشرطه ورجال المطافي، لانه يعني عايزه اقول الواحد الحقيقه قاعد مبسوط وفخور. ومشاهدينا نتمنى يعني انه نكون يعني قدمنا النهارده جزء من الواقع، ونشوفكم بكره في حلقه جديده من 90 دقيقه. تصبحوا على الف خير.